بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بحمد الله الذي أكرم أولياءه وأحباءه بنداءه، ونشكر سبحانه وتعالى في جميع الآمنة، ونصلي ونسلم على نبيه ومصطفاه وعلى أتباعه الأصحاب وصحابته الأخيار الأوفياء. أما بعد، فيا أيها الإخوان والأخوات والزملاء، إن الله الجليل الجبار قد أعد لعباده الأوفياء الأخيار من آلاء ونعم بلا السلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإخوة في الدين، إن الجنة حقيقة واقعية ثابتة لا تنكر، لأن القرآن القارئ يذكر هذه الحقيقة، والقرآن لا يذكر أشياء تكون مسافر باطلة. إن القرآن دستور رباني كل كافة أراض الإنسانية، فالقرآن يتضمن هذه الحقيقة قائلا: ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المستمعون والكاذبون، ألا تعلمون أن الله تعالى وصف الجنة في التنزيل العزيز وعلى لسان حبيبه أحسن العباد من الناظرين في حزيرة الإسلام، وقد قام بوصفها وصفا لا مثيل فيه: والجنة ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا